والله يا أخوي ما أدري وش أسوي، الولد مساكين وحالته صعبة، بس ما بقى حد إلا وهاجمه. حتى أنا ما خلاني في حالي، حتى قطوتي. وحتى أنا في نص الجيم يسحب مني اليد ويهوشني. الله يهديه. بس صدقيني يا أختي، اللي فيه هذا من الفراغ، هو لازم يتوظف، لازم يتوظف، لازم يشغل نفسه بأي شيء. على يدك يا أخوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته. هلا هلا خالي. هلا يا عم، شلونك؟ الحمد لله بخير. شو أخبارك؟ تمام الحمد لله. اسمعني يا عامر، وأنا خالك أباك تمرني بالشركة بكرة إن شاء الله، لأنه عندي وظيفة وأنا محتاجك فيها. أحسن من الفراغ اللي أنت جالس فيه وأذيت الناس وضيقت صدر أمك وأبوك، حتى الكلاب ما خليتها. الحين لك سنة ما وظفتني، وعلشان الكلب توظفني؟ والله كفو. هلا والله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وين خالي؟ أنا عامر. داخل عنده اجتماع، ممكن تنتظره؟ سلامات، ترى خالي. معلش، حتى لو أنه خالك تفضل استريح لو سمحت. أبشري الحين استريح. لو سمحت يا الأخ، وين رايح؟ تعال. أوه تحدوك، جاي بوتاتشينو مدرب باريس. والله ما أنت بسالي يا خال. السلام عليكم مدير. ليش ما تلعب ميسي؟ دايما مبابي مبابي مبابي، عط فرصة لميسي يا أخي. ترى أفت إنجليزي إذا تبي تتاجني بشيء ولاش. I am sorry, this is my nephew. Is this the guy who tortured the dog? You're right, it definitely is. This contract is canceled. Why? We can't do business with somebody associated with him. He's crazy. ما عليك صوت، حتى ذا crazy. Excuse me? I'm crazy? ما شاء الله طلعت طويل، بس بالملعب قصير. وراك سألت، ترى ما أعرف معناها. خلاص أنا crazy. Let's go. وش بكم؟ سلامات، وش في؟ ها؟ وين رايحين؟ إحنا مدرب ليسك مهبول أنت، خبل. أتدري إنك خربت عليه صفقة؟ يلا تقلع تقلع تقلع. والوظيفة اللي قلت لي عنها؟ ما عندي لك وظيفة، ولا عاد تجي للشركة هنا حش رجولك حش. يلا تقلع. إيش دعوة يا خال؟ يفرقنا بوتاتشيني وباريس سان جيرمان. يا ابن الحلال تقلع يا ابن الحلال، قوم عليك، لا تتعدن على شيء، انقلع. أبطلع، بس تكفى يا خال، المرة الجاية جيب زيدان، تراني أحبه. يا ابن الحلال تقلع، لا قوم عليك الحين. أبشر أبشر أبشر. ليتس جو. تكفى يرحم أمك، موضوعي واقف عندك، وأنت الوحيد اللي ممكن تطلعني من المشكلة. خلنا أصورك بالجوال وقول لهم إني أنا بريء. تكفى تكفى تهز الرجاجيل، عاد شلون الكلاب؟ الله 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 الله، تقول لي في الصناعية والقاك مجلس مع هذا الأحبل؟ قلت يا بقعد شوية وبعد أروح البيت. أنا قلت لك قبل هذه المرة أصحك تجلس مع أبو كلاب، ولا حسيت رجلك حش؟ وأنت والله لعلم بوك. لا لا لا، لا تقول لي أبويا، أنا بطلت استراحة وبطلت عامل. قدام من بيت. اقطعها يا عامل. قدام من بيت. الحين العالم وش فيها قلبت علي؟ أنا وش سويت؟ الفتاة التي صورت حادثة تعذيب الكلب، الأخت مي التي نه يا عيال، وبهذه ما جرت له المجتمع معها. حياك الله أخت مي معنا على الهواء، ويا ليت تقولي لنا إيش اللي حصل بالضبط. مثل ما شفتوا بالمقطع، كنت جالسة بالسيارة قدام استراحتنا، وبالصدفة طلع هذا الكلب المسكين من استراحتهم، وكان هذا المتوحش مفسخ نعاله ويجري وراه. نصابة، قسم بالله ما ضربته، تبي الشهرة ذي؟ كان شوي أنا والريس يا نصابة، أنا والريس. افتحي الباب يا نصابة، افتحي، أنا والريس. والله لو وقفتي عند حدك، والله ما خليكي. شفتوه؟ شفتوه؟ جاي تهجم علينا بعد. لا لا، هذا مو طبيعي. لا تصورين، لا تصورين.
لا 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 يا اخوان كما تشاهدون هذا لا ينبغي، يبدو ان هذا الرجل فعلا مختل عقليا، ونحن يهمنا في المقام الاول سلامه الاخت مي، فنرجو ممن يكون قريبا من الحدث ان يذهب لمساعدة. الهبول ذا يبي يجيب العيد بعمره، قوم جيبه. يلا يلا الله يستر.